فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الناس من إذا وجهت له نصيحة احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. هذا يتقرب إلى الله بالذنوب، هذا فهم معكوس والعياذ بالله، ما يتقرب إلى الله بالذنوب. لكن المقصود بالحديث أنه يبادر بالتوبة، أنه إذا غلبه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ووقع بالذنب يبادر بالتوبة. أما أنه يذنب يقول أتقرب إلى الله لأن الله يحب، هذا هذا من الفهم المعكوس والعياذ بالله. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.